السلام عليكم، امطار خير وبركه على بصرتنا الحبيبه. حاليا احنا بمنطقه القبله حي المهندسين، هذا شارع ساحه الرمل. طبعا هذه محطه الرفع الخاصه بشبكه مياه الامطار M3M4 اللي نفذتها شركه النرجس. هذه المحطه هي اكبر محطه شبكه سحب مياه الامطار في منطقة القبلة حي المهندسين، مثل ما تشوفون تلاحظون أمامكم. وهذه المحطة نظافة وترتيب ورصانة العمل. جواك الله. تشوفونها أمامكم ما شاء الله. نظافة وترتيب، العمل الجيد والأمور طيبة. مهما تكون كمية الأمطار كبيرة، الحمد لله أشكر إنه رصانة العمل للشبكات مياه الأمطار والمجاري جيدة. هذا السبب منطقة القبلة ما تأثرت بكل كميات الأمطار من دخلت الشركة إلى منطقة القبلة صار لها 5 سنوات إلى الآن، الحمد لله أشكر. تحياتنا للجميع. السلام عليكم، حاليا احنا بمنطقة حي جامعة محلة 810. هذه محطة الرفع المزدوجة اللي نفذتها شركة النرجس في منطقة القبلة. هذه شبكة المجاري الثقيلة، هذه شبكة الأمطار ما شاء الله. جواك الله. وشوفون النظافة والترتيب. هذه المحطة في منطقة القبلة تنفيذ شركة النرجس. السلام عليكم، حاليا احنا في حي المهندسين، هذا شارع ساحة الرمل يسمونه، وهذه المخازن، وهذا حي المهندسين. طبعا تم تبليغ هذه الشوارع قبل 3 سنوات والمشروع اكتمل، صار له 5 سنوات لكن التبليغ صار اكثر من 3 سنوات. شوفوا اليوم كميات الامطار اللي على محافظه البصره والعراق الشريف، مثل ما تلاحظون هذه امامكم شارع ساحه الرمل كانها لم تمطر. اليوم طبعا الاربعاء 12/4/2023. هذه الشوارع امامكم ما شاء الله، الصمت في حرم الجمال جماله. تنفيذ شركة النرجس في منطقة القبلة. هذه الشوارع تشوفونها أمامكم، هذا السايد الثاني. طبعا هذه طبقة أكسارية مبلط، وهذا الطبقة الأساسي فقط، يعني بعد 4 أيام يتم تبليط الطبقة الثانية. لكن رغم أنه طبقة واحدة، لكن شوفون الشوارع أمامكم. هذه حي المهندسين، هذا شارع الرمل، وهذا تشوفون الشوارع امامكم. تنفيذ شركة النرجس. السلام عليكم، طبعا هذا الشارع الرئيسية في منطقة القبلة بين البريد باتجاه المعارض، مثل ما تشوفون هذه الشوارع، هذه الخدمي، هذه الشوارع الفرعية، وهذه جليات الامطار ما شاء الله. اليوم 12/4/2023، وهذا تشوفون الشوارع امامكم. ما شاء الله، تنفيذ شركة النرجس. طبعا مثل ما تلاحظون هاي امامكم الشوارع، هاي الفرعية ايضا. طبعا وهذا الشارع السايد الاخر. وهذا ايضا شارع الخدمي جهة حي الجامعة. ما شاء الله، امطار خير على بصرتنا الحبيبة. السلام عليكم، اليوم الاربعاء 12/2023، هذا حي الرشيد، مثل ما تلاحظون امطار خير وبركه على بصرتنا الحبيبه. شوفون هذه الجليات وانسيابيه مرور الماء الى جليات الامطار. هذا ايضا مثل ما تلاحظون، الحمد لله اشكر، شوارع القبلة تنفيذ شركة النرجس لم تتأثر بهذه الأمطار.